للمزيد انضم إلينا من طرابلس شمال لبنان مراسل الحرة ويليام عزام. ويليام، يعني هل هناك من جهات تتحمل المسؤولية وما هي آخر ردود الفعل بشأن هذه الحادثة؟ نعم، بداية دعني أنوه بأنني عند معبر العريضة الحدودي بين لبنان وسوريا، وإلى جانبي رئيس الهيئة العليا للإغاثة الحكومية اللبنانية اللواء محمد خير، الذي كلف من رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي بمتابعة هذه القضية. لواء، لنستعرض آخر، نحن على الهواء لواء، لنستعرض آخر التطورات من حصيلة الضحايا و عدد الجثامين المنتظرة الآن عند معبر العريضة. أول شيء الله يرحم الشهداء، ونتمنى الشفاء العاجل للجرحى وعودة المفقودين، وهم بعتقد صار عدد قليل. مثلا في تنسيق تام بين الإغاثة والصليب الأحمر اللبناني بشخص الرئيس جورج كتاني والهلال الأحمر السوري، وفي كمان المستشفيات الحكومية ووزارة الصحة. هذا التنسيق تام لمساعدة أهالي الضحايا ما يتعذبوا كثير. حنحاول نحن ننقل الشهداء من قلب سوريا من مستشفى باسل بطرطوس للمستشفى الحكومي، أو الوحدة بحلبة والتاني مستشفى الحكومي بلبة. في حال مساء نحن عاملين مستشفيات تانية. في 75 شهيد مثل ما اخذناهم نحن من طلال ناصر، وفي 20 لبناني 20 ناجي، في بيناتهم فلسطينيين لبنانيين وسوريين. في هلا بعد ساعتين هيتم، اذا تم يعني عمليه الملفات والاوراق والمستندات، والهلال الاحمر السوري هي امن نقلهم، نحن هنامن نقلهم الصليب الاحمر على طرابلس. انت بنتو له 8 بدهم يعني شي ساعتين. 8 جثامين. ايه صح، 8 البين. هلا الشهداء هيتم على التوالي في الايام المقبله. هل من اجراءات رسميه لمكافحه ظاهره التهريب غير النظامي عبر البحر؟ والله لك بصراحه عم نحكي، الناس وضع صعب، نحن كلياتنا عارفين، كلياتنا اولاد هالوطن، كلياتنا بنفس المستوى، صار وضعنا لا يعلى على حدا ابدا. اللي عم بتضيع باي مستوى معيشته او بالادويه تبعته او اي الاوضاع، كل المواطنين متضايقين، يعني مش حدا احسن من حدا بقى. بس نحن عم نطالب المواطنين يضحي ويركض، اذا كان سفر وهجرته هي مامنه ما يخاطر بحياته، لان عم يركب حلو يا حرام، عارف انه بده يامن مستقبل لاولاده، كل عارفين كل الشاعرين بعضنا نحن. بس اذا كان ما في شيء مامن عم توصل عليه، يعني نحن جربنا عده مراكب كنا عم نحاول ننقذها، اللي عم يوصلوا على الدول هنيك ما عم بيستقبلوه، لانه عم بيعتبروا انه هيدي هجره غير قانونيه. اللي عم بيستقبلوا ويقبلونا مثل ما بيقبلوا غير اوكرانيا وغيره، كان واحد مريحه، بس ما في تفاهم بهذا الموضوع، معتبرين نحن انه لا، هيدي هجره غير قانونيه ما بيعترفوا فيها. لواء، حكي عن زورق اخر تم انقاذ ركابه وهم موجودون احياء في تركيا، هل من تفاصيل عن هذا الموضوع؟ ما هذا يعني من ناحيه جزيره كريت من الاسبوع الماضي، وتم انقاذهم وتم تسليمهم بتركيا. عم بيتم الحوار والمشاورات مع وزاره الخارجيه اللبنانيه ومع وزاره خارجيه كان باليونان او كان بتركيا او كان بايطاليا. هل من عدد؟ لا، يعني مختلف العدد، كل يوم بيختلف العدد، بس هذا العدد ثابت الموجود. يعني عدد الذين كانوا على هذا الزورق في طرطوس هل ثبت بين 130 و170؟ بصراحة يعني عم بيطلع مبالغات كثير بالإعلام، بتمنى الإعلام يكون ضايب بهالأمور وما يفوت بهالمتاهات. بتمنى عن جد نناشد كل الإعلام إنه نحن كلياتنا بهالوطن سفينة واحدة، نحن يعني ما نتأثر بالعاطفة على كل المواطنين. الأعداد يعني معروف، أكبر مركز عم بيطلع بالخمسين 70، من جديد صار 100، هذيك مرة طلع دعي إنه 400 واحد، هو مش معقول يطلع بمركز 400. مشان هيك عبود بتمنى على الكل إنه يتوخوا الضقة بالإعلام. شكرا جزيلا اللواء محمد خير رئيس الهيئة العليا للإغاثة الحكومية. لابد أيضا من التنويه إلى أننا هنا في معبر العريضة الحدودي، وستجول الكاميرا الآن حيث يتواجد أقارب وأهالي الضحايا الغرقى في المركب، وهم بانتظار
بانتظار الجثامين الثمانية التي ستصل بعد ساعتين، كما استمعنا من رئيس الهيئة العليا للإغاثة في حديثه الخاص إلى قناة الحرة اللواء محمد خير. وأيضا نرى سيارات الإسعاف التابعة للصليب الأحمر اللبناني والهلال الفلسطيني من أجل استقبال هذه الجثامين ونقلها من سوريا إلى لبنان بالتنسيق مع الهلال الأحمر السوري كما صار واضحا وكما أعلن اللواء محمد خير في حديثه لقناة الحرة. نحن نرى هنا التجمع لرجال الإسعاف وأيضا لأهالي وأقارب الضحايا بانتظار وصول الجثامين بعد 8 ساعات. هنا المعبر، معبر العريضة الحدودي الفاصل بين لبنان وسوريا، حيث أيضا يلاحظ وجود إعلامي كثيف لتغطية هذا الحدث المأساوي الذي يتكرر في لبنان. لابد من الإشارة إلى أن هذا الحادث المأساوي يفوق مأساوية عن حادث نيسان أو إبريل الماضي بعد غرق الزورق قبالة ساحل طرابلس شمالي لبنان. نعم ويليام، يعني حتى الآن هناك صعوبة للتعرف على هوية هؤلاء الجثث أو الضحايا بسبب عدم وجود أوراق ثبوتية كما قيل، ولكن يعني حيث أنت، هل هناك وجود لأصدقاء أو أهالي أو ذوي بعض الأشخاص الذين ممكن كانوا على علم برحيل هؤلاء الضحايا خلال هذا المركب؟ يعني طبعا من المؤكد أنهم قالوا لأحد، هل من وجود لبعض الأشخاص الذين يتفقدون هذه الجثث أو وجود النجاة؟ حتى الساعة الموجودون هنا لديهم أقارب من الذين تم التحقق من هوياتهم، أي الثماني المنتظرة، وأيضا هناك عدد من أقارب الناجين الذين لا يزالون يتلقون العلاج في مستشفى الباسل في طرطوس في سوريا. وبالتالي هي هذه المعضلة هنا التي تربك الأهل والأقارب لعدم التعرف على الكثير من هويات الغرقى بسبب عدم وجود أوراق ثبوتية بحوزتهم. ونرى هنا تجمع لعدد من هؤلاء الأقارب والأهل كما نرى هنا، و أحد مسؤولي أحد المسؤولين هنا أيضا من مخيم نهر البارد للاجئين الفلسطينيين يتابع أيضا هذه القضية، حيث أشار إلى وجود 24 شخصا من مخيم نهر البارد يعتبر من عداد المفقودين في هذا الحادث المأساوي، حيث بين هؤلاء أيضا أطفال وربما هناك بعض الناجين أيضا من هذا الحادث المأساوي، ولا يزالون في المشفى، أحد المشافي في مدينة طرطوس في سوريا. وهنا الحدود الأخيرة الفاصلة بين لبنان وسوريا، حيث سيارات الإسعاف التابعة للصليب الأحمر اللبناني عند هذا المعبر، معبر العريضة الحدودي، بانتظار الانتقال إلى الداخل السوري بعد إتمام الإجراءات الإدارية والقانونية من أجل نقل الجثامين الثمانية إلى هنا لاستقبالهم هنا. وحسب المسؤول الحكومي اللبناني رئيس الهيئة العليا للإغاثة اللواء محمد خير في حديثه الخاص إلى قناة الحرة، قال إن هذه الإجراءات قد تستغرق ساعتين قبل وصول هذه الجثامين، ولا تزال التجمعات هنا للأهالي والأقارب ينتظرون أي أخبار عن هذه
طيب ويليام، هذه المأساة المتكررة كما ذكرنا سابقا انها مأساة تتكرر. وكان ذكرت قبل قليل وبحسب المعلومات بأن هذه الحادثة هي الحادثة الثانية في الأشهر الأخيرة. في أبريل من هذا العام كان أيضا هناك حادثة مماثلة، هرب بعض الأشخاص بسبب الوضع في لبنان. حتى الآن هل هناك من جهة، هل هناك من تحقيق، هل هناك من مسؤولية يتم تحملها من قبل بعض الجهات في لبنان؟ نعم، كل ما يكشف عن هجرة غير نظامية وأحداث مأساوية تنتج عنها كما ذكرت في أبريل الماضي حيث غرق زورق قبالة مدينة طرابلس ساحل طرابلس شمالي لبنان وغرق ووفاة أكثر من 80 شخصا، يتم تحرك الأجهزة الأمنية من أجل ملاحقة المتورطين. واليوم تحديدا أعلنت قيادة الجيش اللبناني في بيان لها أن مديرية المخابرات تمكنت من توقيف 8 أشخاص يشتبه بأنهم متورطون في عمليات تهريب البشر عبر البحر بطريقة غير نظامية واستعدادهم للشروع في عمليات تهريب أخرى. إذن التحركات أو الملاحقات الأمنية والعسكرية متواصلة من أجل وضع حد لهذه الظاهرة، ولكن الأوضاع المعيشية المتفاقمة وترديا والأزمة التي تواجه السكان في لبنان وخصوصا في مناطق الشمال اللبناني تدفع هؤلاء إلى المغامرة بحياتهم من أجل الخروج من هذه المأساة والمعاناة التي يعيشونها يوميا هنا من جراء الأزمة المالية المتفاقمة في البلاد. وعند استصراح آراء الشارع إن كان في عكار أو في طرابلس عن إذا كانوا يغامرون مجددا بعد هذه المشاهد المأساوية والموت، فيؤكدون إصرارهم على الاستمرار في هذه المغامرة لأنهم لم يعودوا يخسرون أي شيء حسب آرائهم، لأنهم فقدوا أي أمل بالخلاص والخروج من هذا المأزق الذي يعيشون فيه نظرا إلى فقدان الحلول الرسمية لهذه الأزمة المالية المتفاقمة، وأيضا لافتقاد هذه المناطق إلى أدنى مقومات العيش الكريم من مياه وكهرباء من غذاء ودواء. يعني هناك تردي كبير في الأداء الصحي التعليمي وأيضا تفشي في ظاهرة البطالة في هذه المنطقة تحديدا. شكرا على هذه المعلومات، طبعا سنكون معك بنشرة لاحقة لمزيد من التطورات.